سوسيكا يا فوس وسوسي يا فوس خفوس رافدون 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 وللتهجير رافدون وللتهجير رافدون. السلام عليكم. هاد الميزانيه اللي تصرف اللي غتصرف في هاد المنتجات ماشي حنا ضد الاصلاح. يديروا يحفروا لنا الابار، يديروا لنا السبيطارات، يديروا لنا الطرق مزيانين، التمويل الناس العائلات لي بوفري رانا الناس مهلوكين دوك النواحي. وهكاك هاد المنتزه هو اللي فيقنا، ما حنا صامدين وصابرين باش ما كنقضيو. ولكن في هاد المنتزه هذا لا يمكن الرباط. دابا غنجي ندير لك واحد المنتزه هنا الا كنتي رباطي غتبغي ما غتبغيش، لان ما غتبقاش الارض ملك ديالك، غتبقى الملك ديال الدوله. الدوله ما عندناش فيها الحق. الا بغاو الدوله بصح دير لنا المصالح ديال البلاد، بني المدارس. الدراري اش كيعانيو في المدارس كاش كيكونوا؟ عطيني الضرر اللي عندك. الضرر اللي عندنا، الضرر اللي عندنا هو هذا المنتزه ما بغيناش، رافضينه من الاول من الاساس، لان الاملاك ديالك ما غتبقاش ديالك. غادي تطلب الاذن باش تدوز فيها، غادي تطلب الاذن باش تبني. وذاك المنتزه غيدي الاملاك ديالنا، الاراضي خلاوها لنا جدودنا من الاف السنين. الاف السنين ماشي المئات، الاف السنين. وارتينها الجد عن جد وما فرطوش فيها. اللي عنده شي السؤال الاول، واش يشرد عائلات هذا المشروع هذا؟ غادي يشردهم فعلان، غادي يشردهم. الانسان الا شد شي عطله فين غادي يمشي مسكين؟ الا مشى تما خلينا نهضروا على الناس اللي متقاعدين، فين غادي يمشيو الا شدوا التقاعد وما عندهمش حتى حاجه؟ كيمشيو للبلاد وغادي يستغلوا ديك الارض، غادي يزرعوها غير ديك شويه كيقضيو بها هما حاجه. واش قالوا لكم نقدروا نعطيكم التعويضات؟ ما انت ما كنت ما كنتفاوضوش حنا، ما كنتفاوضوش، ما كاينش ما كاينش. سوسي ارضو سوس، ما كاينش ولا كلو زي الدنيا كلها. دابا دابا انا قدامك هو وزير الفلاحه، شنو تقولي لي؟ نقول لك الله يهديك علينا خويا، انت ولد البلاد كتعرف المشاكل البلاد. غير البارح مشيتي عندنا، انا كنهضر معاك كوزير، البارح جيتي عندنا لتفراوت خرجوا لك التمر والحليب والعيالات كيتغرزوا، حتى واحد ما هدر، حتى واحد ما غير، حتى واحد ما غير. وخصك اخويا تغير انت السلوك ديالك من ناحيه خوتك. ما حدك تما، ما حدك تما. الملك لمن يشاء وينزعوا الملك لمن يشاء. عطاك ربي الملك وكون قد قدوه، كون قدو كنت قد انا مزوق بيك. الله يحفظك وعاش الملك. الله يحفظك. ما بغينا لك الشر. تما اللي قالت الحاجه قبل مني، قلتي لها شنو هو الضرر اللي عند السكان؟ الضرر اللي عند السكان ضرر كبير، حيت هذا القانون هذه لا تطبق تلقات لا غيزيرف. الناس اللي عنده شي ارقان ما عندوش الحق يتصرف فيه. اللي بغى يبني حفر شي بير باش يقاد سميتو الكران ديالو الفلاحه ديالو ما عندوش الحق. اللي بغى يوسع في شي بلاصه اللي هي الارض جدو ما عندوش الحق. ولا تكون شو لو بيغ اللي هو اكرف وجدر، ان ملي غتولي من غزة غيوليو فيها مشاريع دوليه، اللي قد يجيب لي انا غدا شي اماراتي ولا شي امريكاني ويحط لي واحد، يعيش لي واحد البنايات اللي الهويه ديال المنطقه كتمشي. الوغ كو تما كاينين الناس اللي هاد البلاد هذا بناوها. تما كاين علماء وكاين مجاهدين وكاين دكاتره وكاين اساتذه وكاين ناس في الحكومه. مع الاسف، مع الاسف الشديد، لان كنقولوا عندنا واحد الوزير اللي هو وزير من المنطقه ودارها سميت. كون مشاو هاد الناس هادو عزلوا واحد المناطق اللي هي غير اهله ما فيهاش الناس، كيهضروا على جبل الكس، يمشيو لجبل الكس ويعزلوا مناطق ويبنيو بحال اللي كيديروا الشناوه وبحال اللي كيديروا الميريكان، يبنيو الطرقان ويبنيو الزام خاص تكتب فين يمشيو الناس ويتنزعوا على خاطر خاطرهم. يجيو الدور ديال الناس اللي الناس عندهم تعاونيات، عندهم اركان وكيتمعشوا وكيتقوتوا. خصكم تعرفوا واحد الحاجه، بان هذا الشيء اللي وصلنا لهذه الوقفه هذه راه ما جات حتى من بعد. الناس عياو من واحد الاعتداءات ممنهجه. ممنهجه شنو هي ممنهجه؟ الناس كانوا عندهم حدا العين ديالهم، الناس عندهم العين كيديروا الخضره، كيديروا داك الشيء باش كيتمعشوا. هذه واحد 8 سنين جاو حتى الرمى والحلوف. الناس اللي الحلوف كيحفر قدام باب دارهم، ما بقى الخز وما بقى الزرعه، ما بقى حتى حاجه. يا ويلك تمشي تقتلو، غتقتلو يجي يقول لك حزاب وغابه خمس خطيه، ما خليه يرتعوا فسادا في الارض. هذه الاولى. من بعد جابوا الرحال، جاو الرحال كلاو اركان، كلاو اللوز، كلاو الخضره، دخلوا على الديور ديال الناس.
ملي جاو الناس يتشكاو كلاو العصا. بالتالي هادشي ممنهج. انا مؤخرا سمعت واش هاد الهضره صحيحه ولا غير صحيحه، سمعت ان الناس شافوا الغزلان كينقزوا في داك المنطقه اللي هادي مود مشاو. بالتالي هذا واحد مخطط ليهم ممنهج ومسطر، وكنطلبوا من الله ما تكونش هاد القضيه ديالنا وهاد الهضره ديالنا غير غاده في الريح. وهاد الشيء هبط عندنا من الصوم محطوط، لان حرام يكون قد هادشي ديال الناس، قد هادشي ديال الناس اللي هو جزء من الشعب المغربي، جزء من الشعب المغربي، من الهويه المغربيه، وما عندنا السوق ونكون باسان كونسيدير. باغي ديروا مشاريع بمشاركه مع الناس، وديروا مشاريع للاماكن اللي صالحه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اكلوين نحيقه. احنا ما كاين فرق ما بين امازيغي ولا عربي، كلنا بحال بحال، ولكن الحقوق خاص ترجع المواليها. علاش؟ حيت جدودنا ضربوا عليها تماره الاراضي، ماشي من دابا، من شحال هادي. ما يمكنش تماره ديال جدودنا تمشي في الخاوي. مشكله ما علموناش، جاو قالوا الاراضي غادي تمشي. لمن غتمشي؟ دوك الناس مساكن، كاين اللي كيترزق غير من دوك الاراضي، كاين اللي عايش غير من تما، اشنو غادي يديروا؟ الناس يتشردوا. ما يمكنش ارضنا ارضنا هادي وعاش الملك، وحنا بيان سور كنستنجدو الملك، اون فغي سيجو سكوبو ان شاء الله حتى الاراضي ترجع لينا ان شاء الله يا ربي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.